بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لله المصير حقا إليه المصير. فهم الدنيا عقيم فهم الدنيا عسير. فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير. وتدخل القبر حتما فذاك يوم عسير. القبر غم وعم ومنكر ونكير. القبر روضة لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا تمت رضية دمية. من هذا المكان المقام للمغفور له بإذن الله تعالى ومن موجات أولاد الحج أبو العلا فرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير من استهل به لحظاتنا الطيبة وهو القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يشرف بها تلاوتك علم من أعلام جمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم ببركة السبع فضيلة القارئ الشيخ العزب سامح. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك وكل ذو عينين لا تجعل مع الله شريكا. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا تعملون
وقال القول عليه بما ظلموا Sí.
إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
في ذلك لآيات لآيات لقوم يؤمنون. الذي
قربك وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سيريكم فتعرفونك وما ربك بغافل عما يعملون. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل المنذرين. وقل الحمد لله. وقل قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما يعملون. آيات الكتاب المبين.
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون لا في الأرض فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء يذبح أبناءه ويستحيي نساءهم إنه كان من نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا
فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا عيسى عليه السلام من غير أب وعلمت سليمان منطق الطير التي تأكل الحب ودفعت عن مريم العذراء التي تعنى في شرفها بالقصف والسبت ونجيت يونس من الظلمات ويوسف من الجبن وأهلكت فرعون الذي دعمه الرب وأحببت الحبيب حب ليس بعده حب وهكذا يا إخوة المؤمنون عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم ببركة السبعة كتب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن أولاد الحاج أبو العلا فرد إدارة أحمد أبو العلا فرد والشكر موصول إلى وحدة نور الإسلام باشمهندس محمود طعيمة وشكر الله سعيكم جميعا